الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، بدايه اسبوع جديد اساسا، وحلقه جديده وسادسه. اهلا وسهلا بجماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا، وكلام كتير الحقيقه محتاجين نقوله، وكلام كتير جدا محتاجين نفضفض بيه. الاهم انه في مرحله بالتاكيد عدت، فيها الحلو وفيها المر، فيها السلبي وفيها الايجابي، والمهم كمان ان المرحله الجايه ما تستدعيش وما بتسمحش باي مساحات من التهاون او الاخطاء او عدم التركيز. طبعا تابعنا كلنا ماتش الاهلي وسيمبا، وخليني مش بس هتكلم على ماتش الاهلي وسيمبا، هتكلم على المرحله اللي فاتت كلها كده اجمالا. مهم جدا انك انت لما تكون مش في احسن حالتك وتحقق النتيجه المطلوبه او تحقق الهدف المطلوب، ودي حاجه ايجابيه جدا لابد ان احنا نركز عليها. متفقين انه عروض النادي الاهلي في الفتره الاخيره، نتائجه، ارقامه، وقبل ده كله اداؤه، مش اللي احنا كنا مستنيينها كبطل افريقيا في النسخه الجديده من دوري الابطال. ولكن يكفي انك انت تكون مش في افضل حالتك زي ما قلت لحضراتكم، وتحقق الهدف من ده وتتاهل لدور الثمانيه. دور الثمانيه قصه ثانيه خالص، قصه مختلفه تماما، ومن فضل ربنا انه احنا عندنا جاب الى حد ما نسبيا، يعني مش طويله قوي بس الى حد ما، هناخد جاب شويه، هنفصل شويه، نقفل ملف افريقيا شويه، ولغايه لما نرجع له تاني اعتقد الفتره دي هتكون كافيه بشكل كبير جدا عشان ان شاء الله الاهلي يكون جاهز للتحدي الاصعب، للمرحله الاصعب، المرحله الاكثر عنفا، المرحله اللي مش هتقبل الاسم على اثنين، مفيش مجال فيها لاي تهاون او عدم تركيز او اخطاء من اي نوع. واعتقد الفتره دي تسمح لمستر موسيماني والجهاز واللاعبين قبل دول كمان ان هم يراجعوا اخطائهم ويراجعوا حساباتهم عشان يكونوا جاهزين ان شاء الله وقد التحدي، وكلنا ثقه ان شاء الله ان هم هيكونوا قد التحدي. عندنا كلام كتير على ماتش امبارح، عندنا كلام مهم كمان على كلاسيكو الارض النهارده، البارسا والريال. بس امبارح خليني ابتدي بسؤال لساره كده بعد ما اقول لحضراتكم مساء الخير واقول لها هي كمان مساء الخير. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. كان في حاجه امبارح عالمي بكل المقاييس، ايه هي؟ حاجه امبارح عالميه في الماتش بتاع امبارح. قول يعني بصراحه هي اكتر حاجه عجبتني امبارح. قول ايه؟ بيكم؟ لا، ملعب الاهلي والسلام. اكيد بجد. أكيد طبعا. بجد بجد شابوه بجد الحقيقه. امبارح حسيت قد ايه، طبعا الصوره ما كانتش وحشه، يعني الملعب من اول ما افتتاحه ومن اول ما بقى ملعب النادي الاهلي واحنا لاحظنا فرق كبير جدا، لكن المظهر او الشكل اللي ظهر امبارح الملعب عليه عالمي بكل المقاييس. ونتمنى الحقيقه يعني بجد بجد مش تحيز، قارنته بكل ملاعب اوروبا لقيت انه ما فيش فرق كبير جدا وما فيش فروق اساسا، ملعب يليق بفريق النادي الاهلي. الف مبروك على النادي الاهلي، ولسه على فكره في مراحل جايه من التطوير. الحقيقه كتير فعلا من جماهير النادي الاهلي بتتكلم على قد ايه هم مبسوطين بصوره الملعب بعد التطويرات الجديده اللي حصلت والتجديدات اللي حصلت، والحقيقه انه دايما الجماهير بتقارن وبتشوف، ودايما عايزه تشوف بالظبط زي ما شايفين كده على الصور، دايما عايزين يشوفوا الفريق وكل حاجه تخص النادي الاهلي وكيان الاهلي في افضل حال. زي ما احمد قال الفتره اللي فاتت دي خلاص انتهت، يعني انا حتى افضل يا ساره، افضل بكتير جدا من قبل كده كتير طبعا. لا مش بس من افضل بكتير من ملاعب انديه كبيره في اوروبا. فاهمك طبعا اكيد، واعتقد لسه في تاني، يعني لسه في ان شاء الله اكتر، وان شاء الله كمان لما ملعب زي ده يتفتح للجماهير يا احمد ويبقى فيه طبعاً الجوله اللي قلنا كمان عليها، مش بس يبقوا موجودين فيها هم، الملعب ده بجماله ده مش ناقصه غير حاجه واحده زي ما بنقول، الجماهير تبقى موجوده ونسمع هتافاتها من جديد ويحفزوا اللعيبه من جديد، وكمان طبعا الجوله بقى اللي هتكون متاحه ليهم زي ما بيحصل في اكبر الانديه العالميه في اوروبا. اللي عاجبني في الجماهير انه مش بس بيتكلموا على جمال الملعب والتطورات والتطويرات اللي حصلت، لا كمان في كلام كتير على انه قد ايه فاهمين الفتره اللي جايه صعبه جدا، وعلى قد ما فعلا في عدم رضا عن اداء النادي في الكام المباراه اللي فاتوا عن اداء النادي الاهلي، الا انه شايفه تعليقات كتير من جماهير النادي الاهلي يا رجاله احنا في ظهركم، احنا معاكم، احنا ورا الفريق ده، الفتره اللي جايه مش سهله، كل ثلاث ايام حرفيا مباراه بتتكلم على مش بس على مستوى افريقيا وان انت بطل افريقيا وخلاص داخل على مرحله الحسم، لا كمان على انت هتلعب النصر في كاس مصر، ويعني كلنا عارفين مباريات الكاس، مباريات الكاس
دايما مش سهله، دايما خلاص خروج المغلوب دي معروفه، بيبقى فيها حتى نوع من الحظ. فمباراه مش سهله، محتاجه تركيز كبير جدا من النادي الاهلي، بعديها مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، بعديها سموحه. يعني انا بتكلم ان في كل بعد كل ثلاث ايام مباراه مهمه وصعبه بالنسبه لنادي الاهلي، ففي حاله من الدعم من جماهير النادي الاهلي، لان زي ما قلنا قبل كده الفتره اللي جايه محتاجين الفريق يكون زي القطر، يعني عايزين الحقيقه عايزين فوز في كل المباريات في كل البطولات، وده بيخلينا زي ما احنا مستنيين منهم افضل حاجه، بس برضو ما نضغطش لانه في فتره صعبه وفي ضغط كبير وفي طالعين من موسم في موسم، يعني بطولات كتير ورا بعض يا احمد. وعارف في لحظات كده الواحد لما بيبقى فيها مرهق قوي وتعبان جدا ومش قادر خالص تلاقيه بيطلع كده احسن حاجه عنده، صح ولا انا غلطان؟ عايز تقول ايه يا احمد؟ صح عندك حق. على كل الاحوال خلينا نفكر حضراتكم قبل ما ندخل في التفاصيل، هنتكلم طبعا على هاني وعلى ناصر ماهر وعلى علي معلول، وانا عارف انه جماهير النادي الاهلي مش شاغله بالها قوي بمباراه النصر قد ما بتفكر في ماتش الزمالك، بس خلينا نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا، عايزين من حضراتكم تختاروا افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم طبعا في مباراه الاهلي وسيمبا اللي اقيمت بالامس على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفيسبوك والتويتر والإنستجرام، اختيار أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظر حضراتكم. هروح لفاصل وأرجع لكم أنا وسارة ونبدأ حلقة النهاردة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما ادخل بس في تفاصيل اخبار، خلينا نعلن نتيجه مباراه الاهلي والمريخ اللي اتلعبت في السودان، وطلبنا من حضراتكم تختاروا افضل ثلاث لاعبين. قبل ما ادخل الحقيقه السؤال ده تحديدا، يعني احنا طبعا في كل فقراتنا وكل فيديوهاتنا اللي بتنزل على الصفحات المختلفه بنتابع وبنقيس كده ردود الافعال، لكن البوست تحديدا الخاص باختيار افضل ثلاث لاعبين ده بيبقى ترمومتر دقيق جدا جدا جدا، لان الناس بتبقى داخله عارفه هي داخله تعمل ايه، وداخله تقيم مستوى اداء اللعيبه، وداخله تتكلم على اختياراتها كافضل الافضل لعيبه في كل مباراه. عشان كده البوست ده تحديدا بيبقى ترمومتر كويس جدا لمدى رضا او حاله الجمهور ورايها رايه في ماتشات الاهلي. بدايه ماتش المريخ في السودان هو اقل عدد مشاركات من الجماهير في التصويت، في ماتشات وصلنا فيها المعدلات خياليه، يعني كانت عمليه فرز الاصوات عمليه مجهده جدا. ماتش المريخ تقريبا هو اسهل عمليه فرز اصوات بالنسبه للاستفتاء على افضل ثلاث لاعبين. واحد. اثنين، الحقيقه ناس كتير جدا داخله مش بتختار اللعيبه، لكن الحقيقه بتنتقد بشكل كبير جدا وبتتكلم على غياب الروح وغياب التركيز وغياب الحافز عند لعيبه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله انه ده يتغير في ماتش سيمبا. الحقيقه يمكن عن جدارة واستحقاق، يعني يمكن الشناوي قدر يفوز بأفضل الأصوات. الشناوي احتل المركز الأول، في المركز الثاني جه بعديه قفشة، وفي المركز الثالث كابتن ياسر إبراهيم، الحقيقة اللي متألق ومحافظ على تألقه في الفترة الأخيرة، دول اللي فازوا بأحسن ثلاث لاعبين في مباراة المريخ في السودان. تقول جدول الترتيب العام؟ نقول طبعا الجدول، يمكن الشناوي بيأكد على صدارته يا ساره، الشناوي يعني بيوصل ل 20 نقطة، وبعديه بدر بنون في المركز الثاني 14 نقطة، وأيمن أشرف بيجي في المركز الثالث 10 نقاط، بعديهم علي معلول في المركز الرابع بتسع نقاط، وبعدين كابتن كهربا. لا قبل معلول دخل، معلش، قفشة كان في محمد مجدي قفشة دخل برصيد 9 نقط، وبعد كده كهربا. بيجي بـ8 نقاط، اليو ديانج 8 نقاط، اجايي 7 نقاط، وليد 6 وطاهر 6، وقبل وليد وطاهر معلش محمد شريف. الحقيقه برضو محمد الحقيقه في عدد ماتشات قليل جدا قدر ان هو يتقدم في مركز الترتيب ويحصل على 7 نقاط. بعد كده محمد هاني 5 نقاط، حمدي 5 نقاط، ياسر ابراهيم 4 نقاط، عمرو السوليه نقطتين، اكرم نقطتين، وولتر واليا ومروان محسن نقطه لكل واحد فيهم. ده جدول الترتيب العام بعد اخر مباراه للاهلي في مباراه المريخ. ندخل بقى في اخبار الاهلي على طول، ونروح لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللي قرر أن هو يمنح اللعيبة راحة سلبية من التدريبات بكرة يوم الأحد إن شاء الله، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، طبعا في ظل ضغط المباريات زي ما كنت بقول لحضراتكم كل ثلاث أيام مباراة الفترة اللي جاية. المفروض الفريق يستأنف تدريباته بعد بكرة يوم الاثنين علشان يستعد لمواجهة النصر اللي جاية. كمان موسيماني عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق علشان يطمن على حالة المصابين، ودايما الجهاز الفني بيبقى فيه
كده تقرير دوري بيتسلموا عن الحالة الطبية للاعبين المصابين علشان يطمن عليهم علشان كمان يشوف آخر تطورات برامجهم التأهيلية. الأهلي زي ما حضراتكم عارفين خاض تدريباته النهاردة الظهر على ملعب التاتش بالجزيرة من غير ما يحصل على أي راحة بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف امبارح في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. بيستعد بقى الأهلي علشان يخوض عدة مواجهات مهمة في المنافسات المحلية، هتبدأ بالنصر يوم الأربع اللي جاي في إطار منافسات دور ال 32 بمسابقة كاس مصر، ويهمنا جدا زي ما قلنا إن احنا نشوف الفريق بشكل مختلف لأنه الفترة اللي جاية كلها ضغط مباريات. أنا أعتقد إنه مستر موسيماني هيدي كل الناس البعيدة ماتش النصر، يعني أعتقد تخيلي ده مش دي مش معلومة يعني، ولكن ده دي وجهة نظر أكتر، إنه أعتقد إنه الأهلي زي ما كابتن سيد كان بيتكلم عنده ماتش كل 72 ساعة، ومن بعد ماتش النصر كلها ماتشات تقيلة جدا، أولهم طبعا ماتش الزمالك، كل سنة وحضراتكم طيبين، طبعا حتى ماتش النصر هيبقى تاني أيام رمضان إن شاء الله بإذن الله، كل سنة وحضراتكم بألف خير. كل سنة وأنت طيب، كل سنة طيب وحضراتكم طيبين. بالمناسبة ماتشات في رمضان هتبقى يعني في معظم الأحوال هتبقى بتوقيت القاهرة الساعة 9:30 مساء. خليني اطمن حضراتكم على لعيبه النادي الاهلي. محمد هاني، الكلام ده طبعا يعني زي ما اكد كابتن سيد عبد الحفيظ، قال ان الفحوصات الطبيه اثبتت اصابه محمد هاني طبعا بشد في العضله الضمه، والاكيد انه محمد هاني مش موجود مع الاهلي في ماتش النصر ان شاء الله في دور ال 32 في الكاس. كمان كلم كابتن سيد انه هاني هيخضع لبرنامج تاهيلي وعلاجي طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق عشان يتم تجهيزه للمرحله اللي جايه، وفي اغلب الظن برضو تقديريا كده هاني ان شاء الله يكون جاهز في لماتش الزمالك ان شاء الله باذن الله. ناصر ماهر، خدوا بال حضراتكم، ناصر اتقال عليه كلام كتير قوي اليومين اللي فاتوا، اي حاجه صغيره جدا في الاهلي حضراتكم عارفين جماهير النادي الاهلي حجمها عامل قد ايه، وانه انك انت تعمل خبر يشد انتباه الجمهور ويجيب فيوز ويجيب لايك ويجيب شيرز، واو ده بيترجم عند ناس كتير بفلوس كتير قوي، فسهل جدا انك انت تاخد خبر صغير كده وتعمل حواليه بابل، تعمل حواليه هاله كبيره جدا ويبقى كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا. ايه اللي حصل مع ناصر ماهر؟ يعني بالونة إعلامية ليس لها أي أساس من الصحة، وناصر موجود إن شاء الله النهاردة، كان يمكن عنده تمرين مع نادي الأهلي اكتفى فيه ناصر ماهر بالتأهيل، ما شاركش في التدريبات الجماعية اللي اتلعبت على ماتش على ملعب التتش، لكن ناصر عنده نزلة برد خفيفة جدا وهي اللي كانت السبب في عدم مشاركته في التدريبات. هيعمل بعض التدريبات، ليه برنامج تدريبي عشان يتم تأهيله بشكل كبير في الجيم قبل ما يدخل بقى في التدريبات البدنية، هيبتدي بالجري حوالين الملعب، وهو كان موجود النهارده في النادي وخضع لبعض الفحوصات الطبيه عشان يتم الاطمئنان على حالته. معلول بنسبه كبيره جدا بعيد، وحتى لو يعني رجع او بقى جاهز للمشاركه في التدريبات اعتقد انه حالته الفنيه مش هتسمح ان هو يكون موجود في ماتش الزمالك، ولكن في جميع الاحوال في يعني احنا امبارح الحقيقه برده من ضمن ايجابيات ماتش امبارح ربيعه وباكا، الحقيقه الاثنين قدموا مباراه رغم ان هما بعاد بقى لهم فتره كبيره جدا، لكن ربيع امبارح كان يعني في مستوى كويس جدا، واعتقد انه عوده طويله جدا بعد غياب، وباكم كمان الحقيقه قدم مباراه طيبه جدا، واعتقد انه الفتره اللي جايه ومع ماتش النصر كمان هيتم تجهيز عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي. نروح للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا اللي هيعقد مؤتمر صحفي بكره الساعه 11 الصبح علشان يعلن عن كل التفاصيل الخاصه بالمشروع التعليمي المشترك بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، وده بيجي طبعا ضمن الدور المجتمعي للنادي واللي قبل كده اشار ليه مجلس الاداره في برنامج عائله الاهلي. هيحضر المؤتمر السيد فرانسيس ريكاردوني رئيس الجامعه الامريكيه ولفيف بقى من قيادات الجامعه المصريين وكمان الامريكيين، وعلى راسهم الدكتور ايهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعه الاكاديمي، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، وكمان أعضاء مجلس طبعا إدارة النادي. الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر ده هيقوم بالإعلان عن إطلاق المشروع التعليمي المشترك بين الأهلي والجامعة الأمريكية متمثلة في كلية إدارة الأعمال، ودي هتقوم بطرح البرامج التعليمية في مختلف التخصصات الإدارية والرياضية
والملتحقون هيحصلوا طبعا بمشروع الاهلي ده والجامعه الامريكيه هيحصلوا على شهادات معتمده من الجامعه الامريكيه، هتبدا ببرامج قصيره ودبلومه وبعدين ماجستير. طيب خلينا قبل ما نستكمل اخبارنا مع حضراتكم نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، لسه اخبارنا مستمره مع حضراتكم. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، خليني بقى احكي لكم شويه ادردش معاكم في قصه ماتش الاهلي وامبي في دوري الشباب. اللي حصل بالظبط في المباراه دي انه الاهلي كان متاخر بنتيجه 2-1، والمباراه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، تفرق معاه كتير في مشواره في البطوله. الاهلي كان متاخر 2-1 وكانت كوره حصل عليها حاله جدل، كان لاعيبه نادي الاهلي بتطالب ان الكره دي يتم احتسابها ركله جزاء، حصل يعني مشاده، توقف اللعب، تدخل كابتن عمرو انور المدير الفني للفريق واتكلم مع الحكم، حصلت مشاده بينه وبين الحكم، اتدخل فيها طرف ثالث الجهاز الفني لامبي، والموضوع تطور وكان مشكله كبيره. وبناء على التقرير اللي تقدم بيه كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للجنه التخطيط، لجنه التخطيط وطبعا بعد الرجوع لكابتن محمود الخطيب قررت ايقاف كابتن عمرو انور وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية. طيب هروح بقى معاك للكرة العالمية ومحمد صلاح اللي دايما مشرفنا. الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي احنا فيه ده كله كرة عالمية. بالظبط. يعني احنا استمتعنا. أنا عارفة إنك عايز تتكلم على بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بس خليني طبعاً أروح بس لمحمد صلاح وأقول لحضراتكم إن محمد صلاح تواجد يعني في التشكيل الأعلى في القيمة المالية في كرة القدم العالمية، وده وفقا لآخر التحديثات قيمة اللاعبين من موقع ترانسفير ماركت العالمي. محمد صلاح في التشكيل ده كأغلى جناح أيمن في كرة القدم العالمية بقيمة 99 مليون جنيه استرليني. يعني سجل محمد صلاح الحقيقة للريدز 27 هدف في 42 مباراة بس في كل المسابقات في الموسم الحالي. مين كمان في القايمة؟ الثنائي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان وهاري كين مهاجم توتنهام، دول بيتصدروا تشكيل الأعلى في القيمة المالية في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، بتبلغ قيمة اللاعب الفرنسي 144 مليون جنيه استرليني، لكن قيمة هاري كين 108 مليون جنيه استرليني. وجه التشكيل الأعلى في القيمة المالية على النحو التالي ده: في حراسة المرمى أوبلاك من أتلتيكو مدريد ب 81 مليون جنيه استرليني، خط الدفاع طبعا ألكساندر أرنولد من ليفربول 90 مليون، وفان دايك طبعا ليفربول 63 مليون، ودي ليخت من يوفنتوس 67.5 مليون، ألفونسو ديفيس بايرن ميونخ 67.5 مليون جنيه استرليني. خط الوسط محمد صلاح طبعا ليفربول 99 مليون، دي بروينا مانشستر سيتي 90 مليون، برونو فرنانديز مانشستر يونايتد 81 مليون، نيمار باريس سان جيرمان 99 مليون جنيه استرليني. خط الهجوم كيليان امبابي باريس سان جيرمان 144 مليون، هاري كين من توتنهام 108 مليون جنيه استرليني. رأيك في القائمة دي بسرعة؟ إلى حد كبير 70-80% اتفق معها طبعا. يعني يانا أوبلاك واحد من أهم الحراس على مستوى العالم، حارس طبعا أتلتيكو مدريد، لكن بتهيألي نوير يعني وبصرف النظر عن الماتش الأخير بتاع البايرن، لكن أنا بشوف إن نوير يمكن يكون أفضل حارس على مستوى العالم، وده يمكن يكون عليه فيه إجماع كبير جدا. ألفونسو ديفيز مفيش خلاف عليه إنه حد كده طلع من حيث لا ندري ولا نحتسب، والحقيقة إنه يستحق يكون أفضل باك شمال في العالم كله. وشوف بس إنه خط الهجوم طبعا امبابي وصلاح وهاري كين، يعني محدش يختلف إن هما من أفضل ثلاث لاعبين في العالم، لكن ما أقدرش أنكر إن في لعيبة زي مثلا ليفاندوفسكي، زي جيدن سانشو، زي كومان وجنابري في البايرن، وغيرهم الحقيقه من اللاعبين. عشان كده يعني اتفقت معاه 70-80%. ابو صلاح طبعا يهمني يكون في القايمه، دي بروين طبعا بشوفه افضل لاعب خط نص في العالم. هيكون بالمناسبه معانا كلام كتير جدا عن الكره الايطاليه في الفيديو كونفرنس مع ساره النهارده، هيكون عندنا كلام على الكلاسيكو النهارده الريال والبارسا، وهيكون عندنا كلام على جوله الانتقام الشامبيونز ليج الاسبوع ده. الحقيقه ماتشات من العيار الناري، يعني كلهم نهائيات مبكره. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني لحضراتكم على طول. برحب بحضراتكم من جديد، وهنتكلم شويه عن الكره العالميه وبالتحديد شويه عن الكره الايطاليه. كلام كتير عن الكره الايطاليه وانا بتكلم عنها وبشوف مين لحد دلوقتي هداف الدوري الايطالي، بلاقي ان كريستيانو رونالدو هداف الدوري الايطالي. بشوف في اسبانيا بلاقي انه
ميسي لسه هداف الدوري الإسباني، بنتكلم على اتنين من عمالقة كرة القدم الحية اللي مهما كبروا في السن ومهما دايما يجي مباريات صعبة كده، يعني مثلا بعد مباراة ال 8-2 بتاعت برشلونة وبايرن ميونخ قال لك خلاص بقى ميسي انتهى وما بقاش زي الأول، نفس الحكاية عند رونالدو لا خلاص بقربوا ينهوا مسيرتهم، ومع ذلك لما تيجي تشوف بالأرقام تلاقي إن الموضوع مختلف تماما، لا ده قرب ينهي مسيرته ولا ده قرب ينهي مسيرته ولا ده انتهى، بالعكس لسه بيقدموا يعني أفضل كرة قدم بنشوفها وأمتع كرة قدم كل الحقيقة عشاء الكرة بيشوفوها. وكمان شوية في مباراة كلاسيكو فقدت برضو جزء من المتعة، يعني لما كنا بنشوف ميسي قدام رونالدو غير لما هشوف ميسي قدام بنزيما مثلا، يعني في جزء من المتعة ما بقاش موجود من ساعة ما الحقيقة رونالدو ساب الدوري الإسباني. هنتكلم يعني أكتر عبر زوم معانا مستر إيفان مدير تحرير جريدة لكوريري ديل سبورت، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. شكرا لكم، انا سعيد جدا بتواجدي على قناه الاهلي. احنا سعداء اكتر، ويمكن كنت بتكلم على انه مباراه الكلاسيكو وعايزه اخد راي حضرتك فيها وشايفها ازاي، وشايفه ازاي دلوقتي انه لما بنتكلم على في مواجهه بين ميسي ومثلا بنزيما مش رونالدو، قد ايه تاثر الحقيقه الكلاسيكو الارض او الدوري الاسباني بعد رحيل رونالدو، وقد ايه كمان استفاد الدوري الايطالي من رونالدو؟ طبعا بنتكلم عن كريستيانو رونالدو وميسي، اشياء بدات تضحكني كتير جدا، ما ينفعش نقارن بنزيما وميسي، لكن مباراه الكلاسيكو تبقى اهم مباريات الكره الارضيه. نقدر نقول من اسبوع فات ان ريال وبرشلونه كان ممكن يكون مباراه عاديه، لكن بعد الاسبوع الماضي اللي اتفرجنا عليه مباراه ليفربول امام ريال مدريد، لكن ما نقدرش نعمل مقارنه بين كريستيانو رونالدو وبنزيما لو هنقارنهم بميسي. بنزيما بيعمل مباريات كبيره جدا، لكن استحاله ان احنا نقارن بنزيما بكريستيانو رونالدو، لكن ميسي افضل ميسي. ده بالظبط اللي بقوله، انه دلوقتي فقد الكلاسيكو جزء كبير من متعته بعد ما خلاص ما بقاش فيه رونالدو، لا يمكن يكون في مقارنه بين رونالدو وبنزيما، بالعكس يعني بنتكلم على انه عايز اسالك شايف ازاي انه لحد دلوقتي بعد حتى السن ده لا لسه رونالدو هو هداف الدوري الايطالي، لسه ميسي هو هداف الدوري الاسباني، شايف مباراه مهمه جدا كلاسيكو الارض هيتم متابعتها من جميع انحاء العالم. كريم بنزيما لاعب مهم جدا، مهاجم ريال مدريد الاول بدا ياخد فرصته، لكن مقارنته بكريستيانو صعبة جدا. لكن لو هتسأليني ما أفضل مين، صعب أتوقع. طيب بنتكلم على بقى شايف ازاي مسيرة الحقيقة رونالدو مع يوفنتوس لحد دلوقتي، وقد ايه فريق يوفنتوس استفاد من صفقة انتقال رونالدو؟ كريستيانو رونالدو في إيطاليا الأمور مختلفة في إيطاليا بالنسبة لكريستيانو رونالدو عن أسبانيا. كاستثمار رونالدو جاي لليوفي حجم الاستثمارات كان عالي جدا، 400 مليون يورو اللي جناهم اليوفي من كريستيانو رونالدو. لكن كريستيانو رونالدو لم يقدم جديد، اليوفي كان بيفوز بالدوري الايطالي وكاس ايطاليا وما زال، لكن ما قدرش يفوز بدوري ابطال اوروبا مع كريستيانو رونالدو. صحيح جاب 97 جول، لكن كل ده مش كافي لجماهير اليوفي من الناحيه الاقتصاديه، وده اللي دايما نقول، ده اللي دايما نقوله كاقتصاديا كريستيانو رونالدو اثر كبير في اقتصاد اليوفي، لكن ما زعتش اليوفي، ما حطش اختلاف كبير. ده اللي عامل عمليه صعبه كتير الفتره دي، ان هم بيفكروا ان هم يستغنوا عن كريستيانو رونالدو لو جاب رقم كبير، لانه فشل ان هو يفوز بدوري ابطال اوروبا. بنشوف دلوقتي الاستثمارات مع باريس سان جيرمان، الاستثمارات في فرنسا بقت اكتر من ايطاليا.
لكن كريستيانو ممكن يخرج من اليوفي. مين ممكن او ايه محتاجه الحقيقه فريق زي يوفنتوس، فريق قوي ومسيطر على طبعا الدوري الايطالي بشكل كبير وكمان بيقدم كوره ممتعه، ايه محتاجه فريق زي ده زي يوفنتوس علشان يفوز بدوري ابطال اوروبا؟ محتاج فقط اللي هو يجد ديبالا، واحد زي ديبالا. هذا العام اليوفي عانى مشاكل كثيرة جدا، اليوفي محتاج لعيبة زي ديبالا، لكن للأسف اليوفي بيمر بمشاكل كثيرة جدا، لازم يعمل ميركاتو كبير ولازم يعمل ميركاتو ويغير من نفسه فيه، وده اللي بيفكر فيه دلوقتي أندريا أنيلي رئيس اليوفي. لكن اليوفي بيعاني من مشاكل كتيرة جدا، لازم يقدر يخلص منهم. لكن عندهم كيزا، كيزا لازم يفضل في الميلان. لكن اليوفي حتى آخر السنة دي آخره كيليني وآخره بوفون، لكن اليوفي يفضل اليوفي أول اللي يعمل ميركاتو قوي هيرجع اليوفي اللي احنا نعرفه. طيب ده بالنسبة للتحديات اللي بتواجه يوفنتوس بشكل خاص، بشكل عام ايه أبرز التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الكرة الإيطالية من وجهة نظرك؟ تحديات كبيرة جدا بالنسبة للكرة الإيطالية، أهمها بطولة اليورو القادمة، وده تحدي كبير لمانسيني مدرب المنتخب الإيطالي. أهم حاجة وكل إيطاليا شغال عليها حاليا 19 إبريل إن احنا 25% من الجماهير الإيطالية تعود للكرة الإيطالية، ده أكبر تحدي حاليا في إيطاليا. إذن نقدر نقول إن إيطاليا تتعامل من التحديات، التحدي 25% عودة الجماهير الإيطالية لملعب الأولمبيكو وبطولة اليورو. أهم حاجة إن احنا نرجع الجماهير للكرة الإيطالية ونرجع للمدرجات. أعتقد إن ده أكبر تحدي ممكن إيطاليا تقدمه الفترة القادمة. ما مدى تأثير فيروس كورونا على دخل الكرة الإيطالية؟ وزي ما حضرتك بتتكلم الفترة اللي فاتت طبعا أكيد ما كانش فيه جماهير في الملاعب الإيطالية أو ملاعب كرة القدم بشكل عام مش زي الأول، فإزاي أثر فيروس كورونا على دخل الكرة الإيطالية؟ فيروس كورونا أثر بشكل كبير جدا، دراما، إحنا بنعيش دراما بقالنا أكتر من عام ونصف. الوضع الاقتصادي للبلد اتأثر بشكل كبير جدا، كل الحاجات عندنا مغلقة، المدن، احنا منطقة برتقالي ومنطقة حمراء. للأسف إيطاليا بتواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، والكرة الإيطالية عانت، السياحة عانت، القطاعات الاقتصادية والرسمية. فيروس كورونا دراما نتمنى ان تنتهي الايام المقبله. بشكرك جدا الحقيقه على كلام عن الكره الايطاليه بشكل عام، وفعلا الحقيقه ان الكره الايطاليه من اكثر الدوريات او الدوري الايطالي من اكثر الدوريات اللي تاثر بفيروس كورونا، والفيروس كورونا جه على الرياضه بشكل عام، على الاولمبيكس او الاولمبيات اللي اتاجلت بسبب فيروس كورونا، على الحقيقه كلام كتير يعني على التنس، على الرياضه كلها مش بس على كره القدم، واكيد اثر على الدخل. ولحد دلوقتي موسم الانتقالات بنتكلم انه هيبقى فيه مشكله شويه في حته الفلوس عند الانديه، مش كل الفلوس هتقدر اقتصاديا ان هي تجيب لعيبه كبيره علشان تقدر تنافس وتكمل منافسه، خصوصا انه الحقيقه المنافسه بقت قويه جدا بين كل الانديه. احنا بنتكلم دلوقتي شايفين في دوري ابطال اوروبا يعني موسم قوي جدا، شفنا مباراه قويه بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ما كانتش متوقعه الحقيقه، واداء كبير من الفريقين. يمكن كنا بنتكلم ان باريس سان جيرمان مش بيعرف يبان بشخصيه البطل قدام الفرق الكبيره زي بايرن ميونخ، ولكن لا، بان الحقيقه من الدقيقه الاولى، وشفنا اداء مش متوقع. على الاقل بالنسبه لي ما توقعتش ان باريس يبدا المباراه بالشكل القوي ده، شفنا ليفربول وريال مدريد. واكيد الحقيقه انه اعتقد بمناسبه مباراه الكلاسيكو بين برشلونه وريال مدريد، اعتقد ان الفوز على ليفربول هيكون في دفعه معنويه كبيره بالنسبه للعيبه اللي قدرت تفوز على كتيبه يورجن كلوب وهم معهمش لا راموس ولا فاران. والحقيقه ان انا بشوف انه زيدان قدر ان هو يطلع منه ده، او يقدر يغطي غياب اتنين من اكبر اللعيبه
في الفريق في وقت زي ده، يعني وقت مفاجئ جدا ان هو يلاقي الاثنين مش معاه وقدر يعمل ده ويفوز على ليفربول بالشكل ده. اعتقد اللي يقدر يعمل ده يقدر يفوز على برشلونة، ولكن يعني في الاول في الاخر هنشوف الحقيقه كوره ممتعه في المباراه دي. لسه كلام كتير عندنا في برنامج السادسه بس بعد الفاصل. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. جينا للتفاصيل، جينا للكلام الجد، جينا لمرحله زي ما قلت ما تقبلش حلول انصاف الحلول. كلام على الاهلي وسيمبا امبارح يربطنا بالكلام على الاهلي في المرحله الاخيره. قلت لحضراتكم انه الجميل في الموضوع انك انت ما تكونش في افضل مستوياتك، مش في افضل حالاتك، لكن يكون عندك القدره انك انت تحقق الهدف، ودي واحده من ايجابيات المرحله. وبالمناسبه احنا زي ما وعدت حضراتكم قبل الفاصل هتكلم طبعا على الكلاسيكو النهارده، وهتكلم على الجوله الاولى من الشامبيونز ليج اللي تابعناها كلنا الاسبوع اللي فات. لانه الحقيقه انا شايف كمان انه مش بس كان فيها كره ممتعه، لكن كمان كان فيها كتير من الدروس المستفاده. يعني لما اشوف الريال وهو بيعاني دفاعيا بشكل كبير جدا في ظل غياب اهم اثنين مدافعين في الفتره الحاليه فاران وراموس، وتلاقي الفريق مع الجهاز الفني جاهز للتعويض ده امام خط هجوم قوي جدا بقياده ابو صلاح وساديو ماني ومعاهم جوتا، ولما تشوف البايرن على ارضه، بايرن اقوى فريق في العالم النهارده بيلعب بي اس جي وبيتاخر مره واثنين وثلاثه، ولكن الحقيقه ما اعتقدش حد من جماهير البايرن ممكن يلوم الفرقه على الاداء القوي اللي قدموه في المباراه رغم الخساره. طبعا هنتكلم كلام كتير، وخلينا بس في البدايه نرحب بالكابتن اشرف ممدوح ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير احمد، اهلا بيك واهلا بكل جماهير النادي الاهلي العريضه في كل الوطن العربي. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني قبل ما ادخل في التفاصيل اخد منك تقييم عام من بعد بطوله او بعد العوده من كاس عالم للانديه وصولها للنهارده. الحمد لله الاهلي تاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. الحمد لله. شايف تقييمك للمرحله دي ازاي؟ راضي عن المستويات، الاداء اللي قبل النتائج، الاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي، وايه اكتر السلبيات من وجهه نظرك؟ طيب خلينا يعني نروح لنقطه مهمه بس بدايه كده معاك احمد. احنا دايما هنا في بيتنا في النادي الاهلي ما بنقيمش المرحله، احنا ممكن ننتقد حاجه ايجابي بشكل ايجابي علشان لو الناس مش واخده بالها، بس يبقى احنا بنحط سبوت من وجهه نظرنا مش اكتر. انا كمان عشان يعني الاهم اللي جاي، يعني انا بشوف انه لما هنحط سبوت على الحاجات جد اللي كانت نقط ضعف او فيها قصور ممكن بشكل كبير جدا صحيح نساعد، ده دورنا ان احنا نساعد في وده اللي جاي، وده المهم جدا. فاحنا مش هنقيم المرحله دي لميتسوميني على اساس انه لسه هو لسه قدامه وقت، ولسه متعاقد مع النادي الاهلي، ولسه بيحقق المطلوب في مع النادي الاهلي. يعني من 6 شهور بتسوميني حقق كل المطلوب مع فرقتنا، باستثناء شويه الاداء اللي جمهور النادي الاهلي مش راضي عنه، ولكن حققنا بطوله افريقيا الحمد لله، الدوري، خدنا بطوله الكاس، وصلنا كاس العالم للانديه، حققنا برونزيه كاس العالم للانديه، ماشيين بشكل جيد الحمد لله في الدوري. ليه اختزلت الموضوع في موسيماني بس؟ دايما الجمهور النادي الاهلي دايما بيتكلم في النادي في المدير الفني، ولكن طبعا عندك حق في ده. احنا بنتكلم في الجهاز الفني بشكل عام، الجهاز الاداري بشكل عام، مجلس الاداره، وفي فريق كره قدم بالتاكيد. أيوه. يعني ولكن الناس دايما عينيها دايما او انتقادها دايما بيكون للمدير الفني، سواء كسب او خسر هو دايما المسؤول الاول والاخير عنه. شايف اللعيبه اللي ظهرت الفتره اللي فاتت قدمت كل اللي عندها من وجهه نظرك؟ لا لسه، انا شايف انه لسه، وشايف انه لسه في مرحله طويله اعتقد مع موسيماني ومع الجهاز الفني للتطوير شويه، تطوير الاداء. صحيح احنا بنحقق الانجازات، وانت تفضلت وقلت ده احمد، احنا بنحقق كل المطلوب. يعني النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي حققت كل المطلوب منها الفترات اللي فاتت على مستوى النتائج. صحيح الاداء لسه ما ارتقاش للمستوى المطلوب وما ارضاش جمهور النادي الاهلي، ولكن الجهاز الفني واللاعبين حققوا كل المطلوب منهم في ظل ظروف صعبه، في ظل اصابات كثيره جدا، في ظل ضغط مباريات رهيب جدا بعد الكورونا. يعني احنا بنتكلم من شهر 8 للنهارده، بنتكلم في عدد مباريات كبير جدا، ولسه المرحله اللي جايه كمان النادي الاهلي داخل على مرحله صعبه جدا جدا الحقيقه، 7-8 مباريات في 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 فتره ضئيله جدا جدا في ال 20 يوم اللي جايين، في 7 ماتشات 7 مباريات. فالحقيقه الضغوط صعبه جدا، وده اللي بيخليني اقول انه كان من المفترض او من وجهه نظري في المباراه اللي فاتت مع سيمبا، وده اللي اتكلمت معاك فيه احمد لو فاكر، اتكلمنا انه لابد ان موسيماني يراعي او يبتعد، بلاش يراعي، يبتعد تماما عن
انه يشوف اراء الناس الفتره اللي فاتت دي، لانه ده بيخليه تحت ستريس غير طبيعي، تحت ضغط او ضغوط غير طبيعيه، بدليل انه في مباراه زي امبارح تحصيل حاصل كان ممكن بشكل كبير جدا اركز على مجموعه اللاعبين اللي ما بتلعبش بشكل دائم علشان تجهز، لان عندي مرحله مهمه جدا جدا الفتره اللي جايه، كان على الاقل 5-6 لاعبين امبارح بدايه مع النادي الاهلي علشان يجهزوا، و5-6 لاعبين من الاساسيين المرهقين يبتدوا يريحوا، يعني عارف الضغوط الموجوده على موسيماني والجهاز الفني انه ما ينفعش تخسر اي مباراه، ما ينفعش تادي بشكل سيء، بس لازم التعويض على الخساره. كان موسيماني امبارح خد بالك انه يعني بعد الماتش المريخ كان في حاله تحفز، والناس دي عارفه ان المباراه تحصيل حاصل، صحيح، بس الناس مستنيه، مش مهم، يعني مش مهم المصلحه العامه. انا بتكلم، هو ده اللي انا بقول لك عليه، انه المصلحه العامه، انا ببص قدامي الخطوه اللي احنا دايما في النادي. عملي قوي يا كابتن اشرف، تفكيرك عملي قوي يا كابتن، عملي جدا. اقول لك انت بتاع ورقه وقلم، واحد زائد واحد تساوي اثنين. اقول لك ليه لانه لما تادي سيء بس بتحقق نتائج الدنيا بتمشي كويس. يعني ما خلاص ما بقاش في، ممكن يبقى في شويه انتقادات على الاداء، ولكن لما النتائج بتسوء الدنيا كلها بتتلخبط، انت بتضطر تمشي جهاز فني جديد بيجي، تمشي لاعبين، يعني كل السياسه العامه اللي كنت ماشي عليها بتتغير. ولكن لما بتحقق نتائج وتأدي بشكل يعني غير مرضي دلوقتي بس ممكن مع الوقت يجي، الدنيا بتمشي او المركب بتمشي بشكل جيد. عشان كده بقول لك انه المرحله اللي جايه احنا لسه بنتكلم من 7 مباريات في اقل من شهر. ايوه مظبوط، 20 يوم بالظبط. احنا بنتكلم في من هنا ل 30 ابريل انت هتلعب 14 النصر زمالك، من 14 ل 30 6 ماتشات نصر، من 14 زمالك ل 30 بالظبط، نصر زمالك مصري انبي سموحه جونه غزل المحله، مظبوط مظبوط، وكلها فرق قويه، مفترض انك قويه بتيجي قدام الاهلي، انت فاهم القصه. والمفترض احنا بنتكلم دلوقتي اننا وصلنا كمان لمرحله ارهاق شديده جدا للاعبين، يعني احنا بنتكلم في هذه المرحله ان لاعبي النادي الاهلي مرهقين، في مجموعه كبيره جدا منهم مرهق، وده اللي انا بقول لك عليه، المفترض النادي الاهلي عنده 30 لاعب او 3 4 لاعبين كمان من الناشئين، يكون عندي على الاقل قوام يقدر يشارك في اي مباراه باختياراتي لو انا حتى مش مضطر ان ابدل 18 19 لاعب او 20 لاعب. ده النادي الاهلي ليه؟ لانه انا بشارك في 4-5 بطولات خلال الموسم، لابد ان يكون عندي على الاقل 20 لاعب جاهز. لو انا النهارده بشارك بس ال 11 لاعب واثنين ثلاثه تغييرين ثلاثه، انا عندي مشكله كبيره جدا خلال الموسم، انا عندي مشكله كبيره جدا هتواجهني خلال المباريات اللي جايه، انا بلعب في اكبر بطولات موجوده، يعني بشارك في كاس عالم انديه، بشارك في بطوله افريقيا، بشارك في السوبر، بشارك في الكاس مصر، بشارك في الدوري المصري، وبالتالي 5 بطولات من اقوى البطولات الموجودين في القاره. عايز اقول لك انه هو ده الضغط اللي موجود على الجهاز الفني. انت شايف انه يعني اللي فهمته من كلامك ان انت شايف انه السبب رقم واحد في المستوى او الاداء اللي مش راضي عنه الغير مرضي هو الارهاق. هو ارهاق اللعيبه، وانه الدايره اللي بيدور فيها موسيماني مش واسعه، القماشه اللي بيختار منها مثل موسيماني مش القماشه المفترض يكون. انت اتكلمت في سببين، وسببين مهمين جدا، ارهاق وان القماشه مش كبيره تخلي او تسمح لي اني اقدر اعمل الروتيشن في اي مباراه، ما بقاش متخوف، يعني سيمبا امبارح مباراه عاديه، ما فيش عندنا احمد، احنا دايما بنتكلم في النادي الاهلي ما فيش فكره الطار او الصقر اللي احنا بنتكلم عنه ده، احنا بناخد كل مباراه يعني لوحدها او على حده، ما بنفكرش في المرحله اللي بعدها، نفكر بس في المباراه اللي جايه. وبالتالي سيمبا، مباراه سيمبا امبارح انا شايف انها مباراه عاديه جدا، تحصيل حاصل، كان ممكن اشرك 5-6 لاعبين من اللاعبين اللي هقدر اجهزهم للمرحله اللي جايه، لان انا النهارده عندي كم اصابات لمجموعه من اللاعبين الاساسيين في النادي الاهلي، فرقت جدا وبتفرق جدا في الاداء كمان، يعني مش بس في النتائج، لا بتفرق كمان في الاداء. المريخ السوداني، انت اتكلمت عن المريخ، مباراه المريخ هناك مباراه ارعبت جمهور النادي الاهلي في كل الوطن العربي. ليه؟ الاداء سيء، النتيجه كانت سيئه جدا قبل نهايه المباراه، وبالتالي الناس ابتدت تتخوف ان ممكن في المرحله اللي جايه لا النادي الاهلي ممكن يعاني بشكل كبير. كان لابد من تجهيز اللاعبين علشان يكون عندي البدائل الجيده. طريقه اللعب، مش هتكلم عن طريقه اللعب، ولكن
لابد ان يكون هناك شكل شويه للنادي الاهلي. موسيماني حقق المطلوب منه يمكن في 31 مباراه النهارده في 6 شهور 23 فوز 6 تعادلات وخسارتين بس. والحقيقه الست تعادلات والخسارتين ما اثروش في تحقيق الانجاز المطلوب او تحقيق المطلوب من النتائج من الجهاز الفني. وبالتالي انت حققت كل المطلوب منك الفترات اللي فاتت، صحيح الناس متعطشه جدا للاداء وده حق جماهير النادي الاهلي على اي جهاز فني موجود. مش هنتكلم على الفترات اللي فاتت ومن تولوا او تولوا على الفريق، ولكن موسيماني قادر انه يحقق ده مع النادي الاهلي لان القماشه اللي موجوده جيده، محتاجين تدعيم في بعض المراكز ولكن محتاجين يكون عندنا شكل شويه علشان جمهور النادي الاهلي يطمن بشكل كبير في المباريات اللي جايه. طيب وبالتالي قلنا الارهاق، ايوه تجهيز اللاعبين البدلاء وده مهم جدا جدا الفتره اللي جايه، القماشه ماتش النصر بيتهيألي كنت لسه بتكلم على ماتش النصر وفي اغلب الاحوال اعتقد انه هيبقى فرصه انك انت انا بالنسبه لي مباراه النصر اهم من سيمبا لان مباراه سيمبا تحصيل حاصل، مباراه النصر ممكن تعطلك تخرج من الكاس، ممكن يعني ما تحققش النتيجه، وارد خلي بالك مباراه الكاس صحيح النادي الاهلي وبيتنا كبير جدا جدا ولكن مباراه كاس غير مضمونه تماما حتى لو بتلعب فريق درجه ثالثه ورابعه ده بنشوف كل الدنيا. وبالتالي كان ممكن تجهز بعض اللاعبين المباراه دي والمباراه اللي جايه زي ما تفضلت وقلت علشان يكون عندي بدايه الفتره اللي جايه. خلي بالك عندنا 5 أو 6 لاعبين مرهقين بشكل كبير جدا جدا الفتره دي. وكنت مبسوط جدا ان رامي ربيعه امبارح ابتدى يشارك وابتدى مستواه يعود مره ثانيه جدا جدا، يمكن اهم مكاسب المباراه امبارح رامي ربيعه. بيكم الحمد لله ادى بشكل كويس. مميز جدا. كنت اتمنى انه اكرم توفيق على فكره بيحسب كمان للاسمين اللي انت قلتهم ان هم بعاد بقالهم فتره بره الملعب اليوم افضل اللاعبين الموجودين كانوا من في اول مشاركه او عوده ليهم يقدموا هي دي طبيعه لاعب النادي الاهلي انه لما بديله هو دايما بيحاول يجهز اثناء حتى اثناء التدريبات او المباريات الوديه لما بياخد مباراه واثنين وثلاثه ممكن يعود مره ثانيه يبقى عندك بدل البديل اثنين وثلاثه ودي مهمه جدا جدا المرحله الجايه يا احمد الحقيقه. وبيتهيألي كمان ان اللي بعيد ده يبقى جعان كوره شويه يا كابتن عاشور جدا يعني جداً. اللي بره الصوره عايز يخش في الصوره باي شكل من الاشكال فمع اول فرصه انت بتديها له يعني بيحاول يشبع رغباته اولا وبيحقق المطلوب طبعا. تتوقع انه ده يبقى سيناريو النصر مباراه النصر يعني اللي جاي ولا برضو مستر موسيماني يعني مش عارف الحقيقه ولكن اتمنى يعني هو ده اللي انا بقول لك عليه احنا هو طبعا التقييم احنا ما ينفعش نقيم ولكن احنا بنقول وجهه نظرنا. مباراه النصر ممكن تشارك فيها 4 أو 5 لاعبين ممكن يجهزوا الفتره اللي جايه لانه قوام النادي الاهلي ال 11 لاعب او ال 12 13 لاعب اللي بتلعب بيهم بس هيعمل لنا مشكله كبيره جدا جدا بعد كده خاصه ضغط المباريات الكبير جدا على النادي الاهلي الفتره طيب. اللي جايه قلت برضو في البدايه انه يعني اعتقد انها فرصه كويسه جدا يعني على الرغم من ضغط الماتشات توالي الماتشات بشكل كل 72 ساعه ماتش. كابتن سيد عبد الحفيظ كان متحفظ جدا على الموضوع ده وقال حاجه ما بتحصلش في الدنيا صحيح. كلها صحيح ولكن ده وارد يعني وارد بس اقصد اقول كلها مباريات محليه. وقلت انها فرصه شويه ان احنا نقفل صفحه افريقيا شوية. وناخد بريك كده يعني فاصل من الزمن كويس يخلينا نجهز للمرحلة الصعبة. انت مش عارف متابع بقية الفرق ولا لا بس انا شايف على فكرة الترجي انا شايف ان الفرق اللي معاه هي اللي مسيطرة يعني انا مش شايف ان الترجي فريق تقيل قوي لكن شايف مثلا فرقة زي الوداد شايف فرقة زي سان داونز مقدمين كورة وبيعلنوا عن نفسهم وعن رغبتهم في التتويج بشكل كبير فبالتالي انت رايح للصعب ومن الوارد جدا ان واحد من الاسماء اللي انا قلتها دي تكون هو اللي هتقابله في دور الثمانية وارد جدا تستغل ماتشات الدوري دي المباريات المحلية دي فانك انت تحضر نفسك للماتشات بتاعت دوري الابطال ولا تخش براسك كده وتخش بتقلك في ماتشات الدوري وتلعب على النقطة زي ما بيقولوا كده من أول مباراة قدر الفرق الكبيرة وقدر فريق النادي الأهلي تحديدا أنه جمهوره ومجلس إدارته لا يقبل إلا المركز الأول في كل البطولات اللي بتدخلها فطبيعي جدا أن يكون عندك ذكاء في التعامل من الجهاز الفني طبعا بتكلم عن الجهاز الفني أن يكون عندك ذكاء في التعامل في عملية الروتيشن وتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا لأن ده مهم جدا ممكن زي ما أنت قلت أحمد مهم جدا نقطة مهمة جدا أنت قلتها من شوية أنه رامي ربيعة وبيكم مجرد ما شاركوا كانوا جاهزين بدنيا ونفسيا ودول مهمين جدا جدا العامل ده
او العاملين دول من اهم العوامل اللي ممكن تنجح اي فريق. الجهاز الفني مطلوب منه انه يجهز اللاعبين بدنيا ونفسيا وذهنيا جدا جدا الفترات اللي جايه، يكون عندي اكتر من بديل، لانه بطوله الدوري ما تقبلش القسم على اثنين، خلاص جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش ده. مطلوب من النادي الاهلي انه يحقق بطوله الدوري، مطلوب من النادي الاهلي انه يحقق بطوله افريقيا، مطلوب من النادي الاهلي انه يحقق بطوله الكاس، وبالتالي انت مطالب منك كجهاز فني وكلاعبين انك تشارك، مش بس تشارك في هذه البطولات، انت مطلوب منك انك تاخد هذه البطولات. محتاج ذكاء كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين الفتره الجايه، محتاج تركيز شديد جدا جدا من اللاعبين، لاني شايف ان معظم الاصابات في النادي الاهلي او في لعيب النادي الاهلي اصابات عضليه، وده معناه انك بتصل لاقصى حمل وبتزيد عليه كمان، وبالتالي بتحصل الاصابه. الضغوط اللي موجوده دي مش بس ضغوط بدنيه، ضغوط نفسيه وضغوط عصبيه وحاجات كتيره جدا بتحصل بتؤدي لاصابه اللاعب، وبالتالي تعامل الجهاز الفني والاداري والطبي مع اللاعبين الفتره اللي جايه وبتركيزهم هيفرق كتير جدا المرحله اللي جايه. اتمنى ان شاء الله ان ده يحصل، واتمنى انه موسيماني والجهاز الفني يتعاملوا مع اللاعبين نفسيا وبدنيا بشكل رائع الفتره اللي جايه، ويكون كمان في عمليه الروتيشن، يمكن عندنا المباراتين دول سامبا والنصر تجهز فيهم بعض اللاعبين يكونوا بدائل جيده الفتره الجايه. اتمنى ان النصر المهري يبتدي ياخد يعني في مجموعه من اللاعبين تقدر تسد شويه. تفتكر مع اللاعبين الاساسيين، تفتكر انه انا مدرك تماما ومقدر ومفترض ان كل جماهير مدركه الحجم المجهود الرهيب اللي بذلته الفرقه دي على مدار الشهور الاخيره؟ صحيح، يعني مجهود الحقيقه يشكروا عليه ايا كان المستوى اللي بيتقدم، ممكن ما نكونوش راضين وغيرانين وعايزين احسن، ده حقنا وشيء طبيعي وحق مكفول لكل الجماهير، لكن لابد من الاخذ في الاعتبار كم البطولات والمجهود والماتشات، عدد المباريات اللي لعبتها. ما فيش فرقه بتلعب في كل البطولات دي بهذا الكم من المباريات، وحققت كل المطلوب يعني وحققت كل المطلوب. السؤال بقى هنا، هل تعتقد انه في دور المجموعات تحديدا فكره انك انت الى حد ما الاهلي، وفكره انك انت ضامن بشكل كبير جدا انك هتتاهل لدور الثمانيه، ده بيخليك تتاهل باقل مجهود؟ يعني في العقل الباطن عند كل لعيب ممكن بشكل ده بشكل او باخر ينعكس على الاداء الجماعي بشكل عام، انه اللعيبه مطمنه او يعني متاكده انها هتوصل دور المجموعات، فبالتالي بتحاول تحقق الهدف ده باقل مجهود، على اساس انه لما يبقى في بقى فكره خروج المغلوب لا دي قصه تانية. فاهم قصدي؟ هل ده السيناريو وارد؟ احيانا بيحصل ولكن لوهله، يعني مش للحظات، مش بتبقى الشكل دايم، لان المباريات وتواليها وتتابعها والنتائج بتخليك تفوق من من الحلم ده او من التصور اللي وصل لك. احيانا طبعا وبيبقى وارد جدا انه لاعيب النادي الاهلي بعد الانجاز الكبير اللي حصل في الموسم اللي فات يكون مطمن بشكل كبير انه ممكن يصل للنهائي بمجهود او لنصف النهائي حتى باقل مجهود، ده وارد جدا. اسالك سؤال ده ليه؟ لانه امبارح يعني كل طبعا جماهير نادي الاهلي كانت مستنيه ماتش امبارح لسببين. السبب الاول انه طمنونا بعد ماتش المريخ، يعني احنا شفنا المريخ ومش الدنيا مش بالنسبه لنا مش واضحه، فاحنا عايزين نشوف حاجه تطمننا على اللي جاي. الناحيه الثانيه انه بيتهيألي برضو اللعيبه وهي بتلعب في المباراه كله في حته كده من 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 دماغه رايحه شويه لماتش الزمالك، يعني انا مش عايز اتصاب، انا مش عايز ابقى مرهق، انا مش عايز يجي لي شد، انا مش عايز يعني طبعا انا معاك ان ده احيانا بيحصل، بس يعني بيبقى اللحظات اللحظات مش ما بيبقاش بشكل دائم لاسباب، لانه زي ما قلت لك انه لاعب النادي الاهلي مطلوب منه طول الوقت انه يحقق المركز الاول في كل البطولات اللي بيشارك فيها، مطلوب منه انه يكون بيؤدي بشكل مرضي، لان جمهور النادي الاهلي بيتابع فرقته طول الوقت، حتى لو بتلعب مباراه وديه اعتقد النادي الاهلي كمان او جمهور النادي الاهلي بيتابع المباراه دي سواء في الملعب او في القناه، جمهور النادي الاهلي بيتابع التمارين كل يوم تمارين. فانت مطلوب منك انك تبقى مركز 24 ساعه. اعتقد انه مطلوب من لاعبي النادي الاهلي المرحله اللي جايه، والحقيقه انا كنت بتابع صلاح، من محمد صلاح نجمنا طبعا يعني من فترات طويله، ويمكن كان ليه لقاء قريب، من اهم الجمل اللي قالها اني انا باكل وبشرب وبنام وما بعملش حاجه غير كوره. يعني انا كل حياتي خلال اليوم كوره بس، انا بسافر وانجلترا، من وقت ما بسافر انجلترا لغايه ما برجع هنا ما بفكرش في اي حاجه في حياتي غير حتى الكرة. في يعني بيتي شويه عملت حاجه بيتمرن في جوه البيت فهو التركيز هو اللي بيدي دايما النجاح. لاعبي النادي الاهلي متعودين على ده صحيح، ولكن زي ما انت قلت احيانا للحظه كده ممكن الاطمئنان يخليك تأدي بشكل اقل شويه، لانك ضامن انك او
ولكن في كره قدم الحقيقه ما فيش الكلام ده، بدليل ان في بعض المباريات النادي الاهلي كان الاداء سيء وكانت النتيجه ممكن تتغير بشكل سيء. في سيمبا مثلا خسرنا هناك، في المريخ استقبلنا هدفين، وبالتالي لا كره القدم ملهاش كبير، ولازم او لابد من التركيز 90 دقيقه، ال 120 دقيقه او 90 دقيقه اللي هتتلعب. اتمنى بس ان النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي يكون تركيزهم بنسبه 100% الفترات اللي جايه في الاكل والشرب والنوم والتركيز داخل الملعب والتمرينات، لان الاصابات الحقيقه هتبقى لو حد بعد الفتره اللي جايه كمان مع مجموعه لاعبين مصابين هتكون بالنسبه لنا فيها مشكله كبيره جدا. تتمنى نقابل مين في دور الثمانيه؟ القرعه يوم 20 اعتقد 30، لا يوم 20 اعتقد 20، يا ريت تتاكدوا لنا من اعتقد انها 30 ابريل. سواء 20 او 30 ممكن مين بالنسبه لك يكون هو؟ طبعا هم كلهم تقال الحقيقه، بس كلهم تقال، ولكن اعتقد الحمد لله ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي يعني كنا متخوفين دايما من شمال افريقيا، كنا دايما بنخاف او بنقلق، بلاش نخاف دي، يعني الاهلي الحمد لله ما بيخافش من حد. كنا دايما بنقلق شويه في مبارياتنا مع فرق المغرب او تونس او الجزائر، ولكن الحمد لله الفترات الاخيره النادي الاهلي الحمد لله قادر على احلى بطولات والله عملناها في شمال افريقيا كابتن اشرف. ده صحيح يعني، وشوش انديه شمال افريقيا تحديدا وداد صفاقسي طبعا ترجي نتائج كبيره جدا وكانت مفرحه قوي يعني، كانت ليها طعم مختلف يعني والله. والجنوب برضو كان وشهم حلو يعني عليه الحمد لله. الحمد لله. يعني انت تفضل مين يعني؟ شايف ان المواجهه اللي جايه تتمنى الموضوع يبقى وكله هيبقى يعني من اللحظه اللي جايه لغايه لو وصلت ان شاء الله باذن الله منصه التتويج ان شاء الله هتقابل فرق تقيله جدا، والبطل اللي عايز يوصل للبطوله يعني مش بيهمه قوي هيقابل مين امتى، لكن نفسك تكون البدايه مع مين؟ انا شايف انه سكه شمال افريقيا بالنسبه لنا دلوقتي افضل، لانه انا اتفرجت على الترجي الحقيقه، اتفرجت على ولديه وهران، الوداد يعني شايف الحقيقه انه يمكن افضلهم شويه الوداد. رغم ان الوداد الموسم اللي فات انت شفت احنا لا الحمد الوداد لله نسخه السنه دي حققنا الحمد لله نسخه السنه دي مختلفه تماما يعني كسبنا رايح جاي الموسم اللي فات، ولكن شايف انه ادائهم بعيد جدا عن بعيد يعني بعيد. الترجي رغم من مكسبه هنا لنادي الزمالك حتى في اداؤه خلال البطوله هذا الموسم سيء، وليت وهران نفس الكلام، الوداد يمكن شويه افضلهم، ولكن انا شايف ان سكه شمال افريقيا لينا افضل، او المواجهات معاهم هتكون افضل الفترات اللي جايه. يمكن سان داونز وفرق جنوب افريقيا داونز. اعتقد شايف انهم اقوى شويه، كمان السفر الرحله طويله الضغوط شويه اللي بتبقى موجوده سواء الملاعب او درجه الحراره، خاصه احنا داخلين على شهر على الصيف كمان، فهتكون الامور اصعب شويه. اتمنى ان شاء الله ان يكون يعني ان شاء الله يكون المشوار سواء هنا او هنا النادي الاهلي باذن الله المنصة التتويج ان شاء الله. طيب اروح معاك للكلاسيكو النهارده، الارض كل الارضيه مستنيه طبعا، ولو اني بشوف انه الى حد كبير خصوصا بعد ما رحل كريستيانو يعني انا فاكر في الفترات اللي كان فيها كريستيانو وميسي في حاله منافسه بينهم، كان جزء من الحاله المرتبط بيها الكلاسيكو بشكل كبير. بعد ما مشي كريستيانو قلت شويه، لكن ورغم كمان انه الفرقتين يعني عطلانين شويه يعني مش دول الريال ومش دول البارسا اللي تابعناهم في العشر سنين الاخيره بشكل كبير، لكن يظل اللقاء يعني كلاسيكو صحيح طبعا مهم جدا. بتشوفه ازاي وشايف فرص مين اكبر النهارده؟ هو اهميته انه النقط قريبه جدا يعني اتلتيكو متصدر طبعا 65 احلى مواسم اتلتيكو السنه دي سبع اعتقد 66 نقطه، وبرشلونه 65 والريال 63، وبالتالي المنافسه قريب جدا جدا يعني. ويمكن دي من المباريات اللي كانت او من مواسم طويله ما شفناش اقتراب المنافسه بالشكل ده، او ما كانوش الاثنين النقط قريبه جدا ومعاهم فريق اتلتيكو مدريد بهذا الشكل، وبالتالي المباراه النهارده هتفرق جدا. يمكن تصريحات زيدان وتصريحات كومان يمكن بتروح شويه انه مش دي المباراه اللي هتحسم بطولة الدوري، ولكن انا شايف الحقيقه ان ممكن النهارده لو برشلونه فرق الخمس نقط دول لو كسب النهارده لا هيكون في صعوبه شويه ان الريال يلحقه. الريال مطلوب جدا جدا النهارده انه يفوز على برشلونه عشان يقرب بشكل كبير من المنافسه مع اتلتيكو مدريد وبرشلونه. اعتقد المباراه هتكون قويه جدا. طبعا فاران وراموس زي ما تفضلت وقلت من اهم اللاعبين في العالم مش بس في ريال مدريد النهارده، وبالتالي غيابهم هيفرق فرق كتير جدا في مع اللاعبين نفسيا، ولكن انت شفت قد ايه انه قيمه هؤلاء اللاعبين
واهميتهم بالنسبه لريال مدريد ما فرقتش في مباراه زي ده واحد من اهم مع ليفربول في الشامبيونز ليج. انا شايف كتير من الدروس المستفاده جداً. اللي ممكن كتير جدا تفيدنا احنا في الفتره اللي جايه. يعني احنا بنتكلم على غياب كتير من اللاعبين الرئيسيين وازاي ممكن يكون مؤثر في ماتش الريال والليفر في الشامبيونز ليج. العالم كله اتكلم على ضربه مؤلمه جدا للريال وخصوصا انه فاران كان مفترض هيشارك. يعني كان راموس معروف انه بره، لكن في اخر لحظات تم اعلان كمان انه فاران مصاب ويعني مش هيبقى موجود. وبالتالي انت بتلعب وعلى اقوى من اقوى خط الهجوم في خط الهجوم اللي في العالم. يعني اتكلم على فرقه صحيح هلهلة السنه دي ومتراجعه، لكن لما تيجي تتكلم على خط ليفربول لا تعظيم سلام، واحد من اقوى خطوط الهجوم. ومع ذلك شفنا الريال حاضر وواقف وقافل ثغراته ومقفل يعني نتيجه هايله وعمل نتيجه هايله جدا. طبعا بتعود للتجهيز النفسي للاعبين البدني بالتاكيد، ويمكن حظوظ المباراه او سير المباراه وقتها ادى التوفيق شويه للريال، ولكن طبعا اللاعبين مهمين جدا كانوا هيفرقوا كتير او هيفرقوا كتير جدا جدا مع الريال في المرحله اللي جايه. مباراه دايما بننتظر منها المتعه الحقيقه. يعني انا دايما بحب اتفرج على الكلاسيكو لانه في متعه حقيقة. غياب رونالدو الحقيقه اثر بشكل كبير على متعه كره القدم في الدوري الاسباني، والحقيقه انبهاري الشديد جدا جدا احمد استمراريه التالق والاداء والاخلاص والتفاني من رونالدو ومن ميسي. يعني الحقيقه اثنين نموذج، ومعهم صلاح في السنوات الاخيره، في اخلاص وتفاني غير طبيعي. واعتقد انه لابد ان شبابنا مين ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش كمان يعني 40 سنه النهارده، يعني كان ده في الدوري الايطالي. يعني متخيل انه الاثنين دول او الثلاثه دول بينافسوا على او الاربعه اللي اتكلمنا عنهم هم هدافين الدوريات بتاعتهم. صحيح. في هذه السن اعتقد انه ده نموذج مشرف جدا، لابد ان كل لاعبتنا تشوف قد ايه الاخلاص وقد ايه التركيز في كره القدم بيدي تألق واستمراريه. صحيح. في النجاح. لا هي قصه مش سهله خالص. صحيح. يعني احنا بنشوف او الجماهير بتشوف متعه، بتشوف شهره، بتشوف عقود بملايين، لكن ورا ده في قصه كفاح غير طبيعي. غير طبيعي. صحيح. فوز الريال في الشامبيونز ليج على ليفربول يديله او يرفع من اسهمه او يرفع من حالته المعنويه النهارده في مواجهته مع البارسا. جدا جدا. الناس بتتخيل ان اوروبا ما بيفكروش بالشكل ده، لا الناس المعنويات البني ادم هو نفس البني ادم في كل مكان. المعنويات بتفرق جدا، الناحيه النفسيه بتفرق جدا، والا ما كانش في شفنا في اوروبا ان في كل فريق معد نفسي بنتكلم عنه انه بيجهز اللاعبين ازاي نفسيا عشان يشارك في مباراه ليها اهميه او من هذا القبيل. وبالتالي لا، الموضوع النفسي ده بيفرق جدا جدا مع اللاعبين معنويا داخل الملعب. ولكن المباراه النهارده صعبه، يعني صعب جدا انك تقول مين النهارده ممكن يتفوق على الاخر سواء برشلونه او ريال مدريد. صحيح. كومان وبارسا يعني اسمين منسجمين، مدرستين ينتموا لنفس الفكر والفلسفه، ولا شايف كومان يعني خد البارسا ونزل بيها؟ هو ماشي بشكل يعني معقول مع برشلونه، ولكن طريقه لعب برشلونه مختلفه شويه. الطريقه الهولنديه لكومان اعتقد مختلفه شويه عن طريقه لعب برشلونه اتعودنا عليها طول عمرنا. يعني يمكن الكره السهله والاستحواذ والسيطره والنقل الكتير للكره، الوصول برشلونه لمرمى الخصم بعدد كبير جدا من النقلات ومتعه كره القدم مش موجوده شويه. أيوة. في المرحله دي مع برشلونه، ودي يمكن طريقه اللعب ويمكن التكتيك او الناحيه الخططيه للمدير الفني كومان هي دي اللي بتفرق. عشان كده بقول انه لو خدنا ده وطبقناه عندنا في مع موسيماني والجهاز الفني النادي الاهلي، عايزين نشوف ده مع النادي الاهلي الفتره الجايه. عايزين نشوف طريقه لعب شويه النادي الاهلي في مرحله من المراحل كنا بنقول انه مفيش في اداء رائع جدا من النادي الاهلي، في اداء وفي نتائج. الفتره دي شويه الاداء بعيد لانه ما بنبتديش كره من تحت، مفيش ناحية خططية شوية بنبتدي بيها، بنعتمد شوية على قفشة، بنعتمد شوية على انطلاق كان علي معلول ومحمد هاني من ناحية اليمين، وبالتالي أنت محتاج تطور ده الفترة اللي جاية. المدير الفني أحمد بيفرق كتير جدا جدا في تطوير اللاعب، مش بس تطوير طريقة اللعب أو لا، تطوير اللاعب نفسه. عشان كده بنقول إن ممكن بواليا الفترة اللي جاية مع موسيماني ممكن إن شاء الله لو اشتغل عليه هيفرق كتير جدا. صلاح محسن ممكن يفرق كتير جدا، شريف
الحقيقه يعني مش بشكل رائع جدا جدا جدا, جداً واخلاص غير طبيعي وتركيز تركيز هو ده اللي بيجي. الروح دي بتيجي دايما من التركيز. انا مركز النهارده لازم ادي بشكل معين مش بس تحقيق الهدف ولكن او اني احرز اهداف، لا كمان صناعه اللعب وصناعه مساحات لزملائي. لا الحقيقه اداء مميز جدا جدا من شيلي في الفتره. طيب اسمح لي كابتن اشرف هنروح مع مشاهدينا لحفل بتقيمه رابطه النقاد الرياضيين برئاسه طبعا الناقد الرياضي الاستاذ حسن خلف الله، والناقد والحفل ده بيتم فيه تتويج الافضل على مستوى الوسط الرياضي، سواء كنا بنتكلم على فرق، سواء كنا بنتكلم على لاعبين، سواء كنا بنتكلم على العاب فرديه، وايضا كمان فيما يتعلق بالجوائز الصحفيه، وبيحضرها الحقيقه عدد كبير جدا من الشخصيات النخبه الرياضيه. بنتكلم على الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بنتكلم على الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بنتكلم على كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح هناك نعرف ونتابع مع حضراتكم تفاصيل اكتر ونرجع مره ثانيه في السادسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحيي بالساده الحضور كلهم، واحب طبعا خالص الشكر لرابطه نقاد الرياضيين، ومنتهى السعاده اما يكون تقييمك من ناس اصحاب اقلام حقيقيه. انا مبسوط جدا جدا اللي انا كنت مدير تنفيذي لاكبر نادي في الشرق الاوسط. لازم اشكر طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره المحترم اللي وضعوا ثقتهم فينا خلال الفتره اللي فاتت. الحمد لله. لازم اشكر كل زملائي اللي كانوا شغالين معايا لان هم دول اساس النجاح. اشكر الجمهور اللي كان دايما بيدعمنا. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نأدي دور جيد مع شركه السادات الوطنيه لاداره المنشات الرياضيه. عايزين دعمكم معانا زي ما انتم دايما عودتونا. عايزين النقد بتاعكم البناء. ان شاء الله نقدم حاجه تكون كويسه للرياضه المصريه، نحقق حلم الالف بطل اولمبي او الف بطل عالمي زي كابتن محمد صلاح. هنتحرك مع بعض كلنا وهنتقابل الفتره اللي جايه نكون مع بعض في افتتاحات انديه سيتي كلاب وتطوير ال 15 استاد على مستوى المحافظات. اتمنى نكون كلنا في مجال الرياضه بنتعاون مع بعض واشوف دايما بنتحرك كلنا عشان خاطر بلدنا ان شاء الله. شكرا لكم جدا. اما افضل مدير كرة لكرة القدم هو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل النادي الاهلي. بعد اذنك فندم احنا طالعين هوا بس معلش انا اسف. كابتن هنا يا كابتن. مبروك طبعا العميد محمد مرجان. الحقيقه يمكن انا معرفتي بيه ما يعني لا تتخطى شهور، لكن في الفترة دي يعني اللي تقدر تحكم بيه تقول انه شخص محترف، شخص منظم جدا، جاد جدا في عمله، ياخد باله من كل التفاصيل. فالف مبروك طبعا، والف مبروك طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ افضل مدير كرة لفريق كرة القدم. الحقيقة يمكن المنظومة بالكامل بتضيف للعاملين فيها، يعني بالتأكيد كيان النادي الأهلي وأسلوب إدارة النادي الأهلي والقائمين على إدارة النادي الأهلي بيضيفوا بالتأكيد للأشخاص وبيدوهم الأدوات اللي بتساعدهم على أن هم يتحركوا ويبدعوا ويتمكنوا من مهام عملهم بشكل كبير. مرة تانية برحب بيك كابتن أشرف. أهلا بيك أحمد. طبعا ألف مبروك أولاد النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي، دايما متألقين، وزي ما قلت أن دايما اسم النادي الأهلي وما يقدمه النادي الاهلي من ادوات ومساعدات لكل ابنائه دايما بتديهم الثقه ودايما بتديهم نجاح وتالق دائم ان شاء الله. صحيح.
اجي معاك شويه وانت كنت بتتكلم على الكره الحلوه والاداء الحلو. انا الحقيقه والكره الحقيقه يمكن الاسبوع ده ما كانتش عادله ولا منصفه قوي، يعني ماتشين مش عارف، يمكن طبعا البايرن والبي اس جي، قد ايه كنت انت بتتكلم على الاداء الجماعي والتحرك وخلق المساحات والحلول والضغط وانت بتتكلم على فريق زي بي اس جي مدجج بالنجوم، قد ايه انه البايرن طبعا هو خسر المباراه في الاخر 3-2، لكن هنا احنا بنتكلم على فكره انك انت تكون مسيطر وبتقدم كوره ممتعه وبتقدم كوره فعاله. يمكن لو التوفيق كان موجود الماتش ده كان خلص سكور لصالح البايرن بشكل كبير جدا. صحيح، ولكن يعني ثلاث هجمات راح بيها البي اس جي خلص، وطبعا امبابي كان كلمه سر. صحيح. تفتكر ده الاداء ده بصرف النظر، سيبها بقى ارك النتيجه على جنب، عشان توصل للمستوى ده وتوصل للاداء ده، ايه هي المفاتيح؟ يعني بنتكلم على ايه يا كابتن اشرف؟ استمراريه في الـ في الـ في الاداء بهذا الشكل من بايرن ميونخ في الفترات في السنوات اللي فاتت بيدينا مؤشر او دلائل انه لا، الناس دي بتشتغل بشكل دائم وبتركيز كبير جدا جدا على طريقه معينه للعب، سواء نواحي خططيه او مستوى. ده مش نتيجه سيزون واحد او شغل تأكيد تأكيد هتشتغل، بالتاكيد تراكم كبير جدا. ولو خدناه بس اثنين عندنا في مصر هنا هنشوف انه النادي الاهلي في العصر الذهبي شويه، طبعا في عصور كتير النادي الاهلي، ولكن خلينا مؤخرا عشان الناس تفتكر العصر الاخير السبع ثمان مواسم اللي احتل فيهم النادي الاهلي كل المناصب وكل البطولات، كان في استمراريه لانه كان في لاعبين مركزين بشكل رائع، المنظومه مكتمله، بمعنى انه مجلس اداره مركز بشكل كبير جدا في عمله، الجهاز الفني والاداري والطبي مركزين بشكل رائع جدا جدا، اللاعبين تركيز بنسبه 100% طول الوقت في السبع ثمان مواسم دول، المنظومه او عمل فريق كره القدم عمل جماعي، لابد ان المنظومه تكتمل، لو حاجه وقعت منه بالتاكيد بيكون في قصور، وده بيؤدي في النهايه لعدم تحقيق نتائج. البايرن بهذا الشكل من مواسم طويله جدا، الاداء في هذه المباراه اكثر من رائع. تكلمني على ليه او ليه حصلت النتيجه دي رغم اداء بايرن ميونخ؟ يعني احيانا بيكون في بتقدر تصنع طيب فارق. تسمح لي ارجع اتكلم معاك ونكمل كلام، لان انا عندي كلام كتير على البايرن، اتمنى انه وقتنا يسمع، بس خلينا نروح نتابع تفاصيل اكتر وننقل لحضراتكم تفاصيل من داخل الحفل على الهواء مباشره، وارجع لحضراتكم انا وكابتن اشرف ممدوح مره ثانيه في السادسه. الحقيقه افريقيا دايما مولعه، كل دوره ابطال او دوري الابطال افريقيا بيكون جماهير النادي الاهلي منتظرين الكثير من مديره الفني ومن كتبته باجملها، ولكن على مدار الاشهر اللي فاتت منذ تولي القياده الفنيه لنادي الاهلي خلاص ساب بصمه وحجز مكان كده داخل قلوب كل جماهير القلعه الحمراء. افضل مدير فني هو بيتسو موسيمانيا المدير الفني لنادي الاهلي. معلش اتقل شويه، اول نبي الله يزيدك كتر خيرك، يعني خلص كلمته وبص هنتنطط كلنا على ال لا معلش يا اخي. مساء الخير عليكم جميعا. مساء لا ده يا ثانك يو فيري ماتش فور ذيس وندرفول award. It means a lot to me in a very short space of time in Egypt. I just want to thank the organizers, the sponsors, everybody who has voted for me to be here. I understand it's the journalist and I'm humbled. Thank you very much, but also not to forget
my players who contributed to this, the board of Al Ahly, the president Khatib and Khaled Darandali, and I want to thank everybody for this. Thank you very much. بنشكر الجميع طبعا. هو سعيد جدا بالجائزه الرائعه لحد كلامه، وبيقول برغم ان فتره صغيره موجود فيها بس هو سعيد بيها، بيشكر المنظمين والرعاه، وبيشكر بيقول الجائزه دي ما كانش ممكن ياخدها من غير اللاعبين والاعضاء الجهاز الفني ومجلس الاداره على راسه كابتن محمود الخطيب كابتن خالد الدرندلي، وبيشكر طبعا الصحفيين اللي صوتوا كل حد شارك عشان يعني يحصل على الجائزه دي، وبيتمنى يجيب النجمه العاشره ان شاء الله. هو اللي جاب التسعه يجيب العشره، يلا يا بيتسو شد حيلك معانا، قدها قدود على فكره. يمكن طبعا مبروك لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني النادي الاهلي، وبعتبره الحقيقه على الرغم ان هو فتره قصيره مع النادي الاهلي، وحضراتكم عارفين انه مديرين فنيين اللي بيجوا النادي الاهلي في منهم يعني بيقعدوا يعني سنين طويله جدا، على الرغم فتره قصيره قدر يحقق بطولات في ظروف صعبه جدا، وبعتبره هو والجيل ده سيئين الحظ الحقيقه، ما حضروش وما شافوش جماهير الاهلي في المدرجات، وما ادراك ما جماهير النادي الاهلي في المدرجات قد ايه ممكن تحرك الصخر، وقد ايه ممكن تكون دعم حقيقي في ماتشات وفي لحظات صعبه، وياما ماتشات كتيره جدا كان الجمهور هو اللاعب الاول فيها واللي ساهم بشكل كبير جدا في حسم مباراه او حسم لقب او بطوله. صحيح، كلام مهم جدا بتقول يا احمد. طبعا طبعا، ويعني تكريم يستحقه موسيماني لانه جه في مرحله صعبه الحقيقه طبعًا. يعني مرحله عنق زجاجه كان النادي الاهلي فيها، وقدر يتحمل الضغوط والستريس العصبي اللي كان موجود وضغط الجماهير واحتياج النادي الاهلي لمدير فني في مرحله في وقت ضيق جدا جدا، انه يعني يعمل الانسجام والتوافق والتناسق بين اللاعبين سواء البدني بقى او الذهني، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا وفنيا. بالتاكيد يعني فتره قليله جدا قدر فيها مع النادي الاهلي يحقق انجاز المطلوب منه على الاقل. وبيتهيألي كمان يفرق معاه كتير مستر موسيماني، الشخصيه الافريقيه عموما شخصيه ليها تركيبه معينه، وبيتهيألي انه الفتره اللي عاشر فيها المصريين كل شويه ما هيقرب من فكرنا ومن ثقافتنا ويفهم طريقتنا، يبقى عنده قدره اكبر على التعامل مع اللاعبين، مع الجهاز الفني اللي بيساعده، مع الاعلام اللي بعتقد انه ليه دور واضح ومؤثر جدا، وده يساعد مستر موسيماني في اللي جاي ان شاء الله انه يقدم نسخه افضل إن شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. واتمنى انه يبتعد شويه بس، وده دايما بقوله انه المدير الفني او اللاعب علشان يركز بنسبه 100% محتاج انه يعني ما يسمعش كتير وما يشوفش كتير. سريعا جدا عشان وقتنا، خليني اختم معاك الجوله اللي جايه من تشامبيونز ليج، هل شايف انه النتيجه حسمت؟ يعني هل شايف انه الريال في قبل النهائي، انه بي اس جي بفوزه على البايرن في قبل النهائي، ولا شايف انه الفرق يعني اللي خسرت هيكون ليها سيف في الجوله على مدار تاريخ كره القدم؟ استمتعنا دايما بكره القدم في ان هي صاحبه المفاجات. مفيش في كره القدم ثوابت، يعني مستحيل تقول ان ريال مدريد خلاص صعد او باريس سان جيرمان صعد، مستحيل. يعني كره القدم دايما فيها. خليني انا اقول لك انه تشيلسي ومان سيتي بيتهيألي بنسبه كبيره صعدوا، يعني اعتقد ليفربول و بايرن قادرين على الريمونتادا؟ قادرين طبعا، بالتاكيد قادرين. مفيش كره قدم ثوابت زي ما قلنا، وهي دي متعه كره قدم، هي دي جنون كره قدم، هي متعتها الحقيقيه. نورت وشرفت كابتن جدا أحمد. شكرا جزيلا، كل التوفيق للنادي الاهلي. استمتعت بوجودك معايا النهارده. شكرا. وبشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله نقابل حضراتكم حلقه جديده والسادسه، تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.